أخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عماد. أخواني، عندما يكون فصل التزاوج ولا تجد أنثى الكنري ذكر للتزاوج معها، تضطر أخواني إلى أن تبيض في القفص كما نرى الآن أخواني، وترمي ببيضها على أرضية القفص. ويكون طبعاً أخواني البيض غير مخصب. أنا أخواني اضطررت إلى إبعاد الذكر عنها لأنها قامت بوضع الشيء مع الذكر، وأردت أن أريحها، ولكنها كما ترون أخواني تضطر إلى وضع البيض أو رمي البيض في القفص. كما نرى الآن بيضتان مرميتان على أرضية القفص أخواني. إذن أخواني، فإن الأنثى أنثى الكنري تبيض حتى بدون ذكر، وطبعا يكون البيض غير مخصب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.